حسبي الله الشب. تعال عادل. استغفر الله تبارك. طيب مسلط، خلي المسلط يجي. الوضع يا طويل العمر السلامة، يعني على الرصيد الخفي. بس حتى لو كان هذه أمس، هذه أمس، أمس 12,000، 7,000 من الإسقاط اللي صارت. و... ما في عن خفي، إن خفي خفس بنا بالنسبة لي فات. يا أخي كيف بتصوتهم؟ ها؟ كيف بتصوتهم؟ أدري. الأقل نقاط، نختلف، نتفق، نؤكد، نشكك، احنا الأقل نقاط. لازم تسمعنا على خشم. أقول احنا الأقل نقاط، نتفق، نشكك، ننصدم، ما ننصدم، احنا الأقل نقاط. الآن شيء وصار وانتهينا. احنا بدينا بشيء ألا وهو أنك تصوت وتكتب في نفس الوقت، وهذا الشيء احنا بديناه وان شاء الله راح نمشي فيه. تتفقون تختلفون مسلط معي في هالشيء اللي بديناه؟ شيء اللي هي الاوراق مع الصوت، وفي امور ثانيه بكلمكم فيها. في فكره المحصن، المحصن الحين اذا واحد اخذ حصانه ممتاز حلو ما يصوت ضده، صح ولا لا؟ طيب الفكره الان وش هي؟ ان المحصن يحق محصن يصوت، بس يحق له يحجب صوته. يعني انت كمحصن يحق لك انك تصوت، يحق لك انك تحجب صوتك، ويحق لك انك تفرق. احنا اربعة ترى بقى ثلاثة. يجيك العلم، انت كمحصن يحق لك تقول، يحق لك تقول ابي اطلع عادل تصوت، وهذا حق. حقك الثاني في المجموع اللي احنا نتكلم فيه هذا حق قانون الإدارة انك تصوت قانون. بس بالنسبة لنا السياسة الداخلية عندنا في الفريق يحق لك انك تحجب صوتك تقول انا ما اقدر اصوت، ويحق لك انك تصوت وتفرق وتغير صوتك. يا سلام. حلو. انت كمحصن هذه تختلفون تتفقون؟ نتفق. تتفق ولا تختلف؟ نتفق. هذا المحصن. اما طريقة التصويت كالعادة صوت وكتابة. بس هذا اللي عندي، ما عندي اي شيء ثاني اقوله. خلاص انت المشكله حتى الفرق الثاني منصدم من حنا اقل صوت اقل نقاط. انا منصدم نفسي الاسبوع هذا، الاسبوع هذا بس نقاطنا كثيره يا رجال. يكفيك لا في الاتصالات ولا في الامس كنا وش نسوي؟ ممكن امر الله شنو ممكن قريب. ممكن في خصم خفي، ممكن في خصم خفي، احنا ثلاثه احنا انصدمنا من الاعصار المره اللي طافت خط النار او الاعصار يوم نزلوا خصم خفي، بس نزولنا هنا يعني قوي جدا، ما هو فرق كبير جدا بينه وبين اقرب مجموعه. زين إذا حجب صوته المحصن يحق له، إذا حجب صوته عنا متساوي هو اللي يفرق.
حجب أي. إذا حجب صوت المحصن أيا كان وتسوينا في الأصوات هو اللي يفرق المحصن، لازم هو اللي يفرق. أو إذا أعطى الصلاحية لواحد منا، واحد منا يفرق وخلاص حي على الفلاح، ما نطولها في قصيدة. أرجو من فهد فارع وبقية المتسابقين فتح المايكات كرماً. عندك مايك هذا سبب خروجي. كم باقي دقيقة؟ كم باقي دقيقة على التصويت؟ قاعد أحسب الأمور، مثلا لو كان فيه خفي مثلا. الخفي انا وانت عادل رجال بعذره، وانا وانت عادل دائما ينحضر عيال. المحصن يحق له يحجب صوته، يحق له يصوت، يحق له يفرق، يحق له كل شيء. عشان تكون حصانه حتى لو ما اخذتها انا، مو بعشان اخذت الاسبوع اللي طاف، يمكن ياخذها فهد بن فارع، يمكن ياخذها سعيد، يمكن ياخذها مسلط. والدليل على كلامي اني قلت لكم الكلام هذا قبل لا تطلع النتائج.
متبقي من الوقت 6.5 دقائق ونتمنى من المتسابقين كرماً فتح المايكات من أجل أن يكون النقاش علناً أمام المشاهدين. Thank you.
كم باقي ابو دقيقه 13 نفس النظام اسحب اسحب الطاوله اسحب الطاوله عيال شوي لازم نشوف من الحصان كم باقي على الحصانه يا جماعه دقيقه شوف وصلت تعالوا تعالوا هنا جنب فهد مايك شغال عندي بالاطباء تصدع الو اي خلاص بس بس بارد بارد يا بارد كبر خلوه جنب بعض عند الحصانة لا يعطينا عشر دقائق ولا خمس على طول مسحور والله عشر دقائق لازم لازم أتأكد كنت أختار اسم تحس إنك تسرعت عادي كنت أختار اسم من بك ضميرك عادي والله الآن أنا من ذهني رب البيت ما حسبت حسابها ولا قلت عندنا شب الأمور اللي حتى لو فيها خفي حتى لو خفي حنا أكثر ما يحضر رجل عنده عذره وحنا حاضرين الوقف أول ناس والبث أول ناس أتوقع المشكلة في الاسم لازم نغير الاسم ليش؟ الاسم المشكلة في الاسم أتوقع اقرب المخطط بعد ال خل نشوف الحين انتهى وقت التصويت تصويت الجمهور عن طريق تويتر والمتسابق الذي حصل على الحصانة من العبور هو المتسابق مصلط الجبلي مبروك مبروك استاهل والله كل شيء استاهل 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 يا ابو عيد استاهل يا بطل استاهل والله يا عين اخوك مبروك استاهل طيب الالماسي يا حبيبي يا ذهبي حبيبي استاهل مو لازم تسلم توفيق يا عيال الواحد صراحه ما ادري ايش يقول استاهل والله ابو عيد كل خير الواحد يفرح ولا يحزن لكن شكرا للناس اللي اعطوني الحصانه الله يبيض وجيههم على دعمهم ويعطيهم العافيه شعور صراحه متلخبط ما يدري الواحد يفرح الان بعد ان عرفنا من حصل على الحصانه بدات مرحله القرار القرار لكم انتم مجموعه الموج لاختيار المتسابق المغادر لمده 15 دقيقه في حال انتهى الوقت ولم يتم الاختيار ينتقل قرار العبور